بالنسبه لي النظره ديالي انا المجتمع المغربي ماشي عنصري، كاين اقليه عنصريه ولكن كمجتمع ككل ماشي عنصري. كاين راسيزم في المغرب؟ لا الحمد لله المغاربه ما كاينش عندهم هذا النوع ديال العنصريه، ما كنظنش. انا كنظن باللي كاين العنصريه في المغرب سيرتو مع الناس الافارقه، ولكن هذا العنصريه ما كانش، ولكن بداش كتنتشر دابا فهمتي. يلا كيبداش حنا خصنا نحبسوا هذا، ما كاينش هذه المساله. المغرب ماشي عنصري، العنصر غادي يكون قليله يعني، غادي يكون داكشي الشاد وما الشاد ولا حكم عليه. مؤخرا ولي كنشوفوا شي بعض الحاجات في الفيسبوك مثلا كيقول لكم اللي ممنوع الكراء بالنسبه للطلبه الاجانب، الطلبه الافارقه. شفنا عاوتاني البارح بالامس المقتل ديال طالب اجنبي على قبل بلاصه في لوطوبيس. هذيك الحاله ما تخليناش نحكموا على المجتمع ككل، ولكن الدائره غادي وكتزاد، خصنا نحاولوا نعرفوا الاسباب فين كاين المشاكل فين كاين. انا شخصيا راه كنسكن حدا واحد الافارقه، ولكن عمرها ظهري جيران مزيانين، ما كنضش على اللون هو اللي تيحكم على الجوره ولا انا من ناحيه هاد العباره عمرني الشق، ولا كانت هاد العباره راه هي عنصريه، ولكن كتكون هاد العباره كيكون مسؤول عليها صاحبها، يعني ما كتكونش الظاهره منتشره، هي ظاهره استثنائيه. ما كنضش انه تقتل على انه الشكل ديالها او اللون ديالو اسود ولا ما كنضنش المساله. هو العمل هو عمل شنيع، وجميع المغاربة هو كيشجبوا هذا العمل، هو داخل على المجتمع المغربي. كاين واحد الفئة اللي كتمارس العنصر، شنو كنتعاملوا معاهم عاد؟ حنا كاع فاش خسر المنتخب كاع مع ديك اوغندا خرجوا مفرحانين، حنا تشطنا معاهم وضحكنا معاهم عاد كشي حاجة. بالنسبة لي أنا ما عنديش هاد الفكرة، العنصر يعني فكرة ديباسي يعني. حال خوتنا جاهم. كنظن خاصنا نحاولوا نوعيوا الناس اللي باش يكونوا ضد العنصريه، ونوعيوا الناس اللي عنصريين باش يعرفوا بلي هاد الاجانب ولا هاد الافارقه راه بحالنا بحالهم وكل شيء مساوي.